قبل وقوع الحروب والمواجهات الكبرى بين الدول، توجد مؤشرات كثيرة على قرب أو بعد وقوعها، والحديث الأهم في عالم السياسة والحروب اليوم هو سؤال إذا ما كان بوتين سيضرب أوكرانيا بالنووي أم لا، أو أنه سيستخدم سلاحاً سيقلب موازين القوة وقد يؤثر على جميع الدول الأوروبية وليس أوكرانيا فقط. ولدينا عدة مؤشرات تؤكد بأن بوتين ماض نحو التصعيد الخطير، من بينها طلب التشيك من مواطنيها مغادرة روسيا على الفور، وذلك في إعلان رسمي تناقلته وسائل الإعلام العالمية اليوم. وعندما تطلب الدول من رعاياها مغادرة بلد ما وعلى الفور، هذا يعني بأنها تملك معلومات تشير إلى قرب وقوع أمر كبير في ذلك البلد. وهذا ليس المؤشر الوحيد، بل توجد عدة مؤشرات مهمة أخرى سأذكرها لكم في هذا الفيديو، إلى جانب رد مقرب شخصي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول حقيقة أنه سيستخدم السلاح النووي أم لا. كل هذا وأكثر ستعرفونه في هذا الفيديو. وإن كنت تشاهد القناة لأول مرة فأدعوك للاشتراك. مثلما لكل فعل رد فعل، كذلك لكل تهديد بفعل يوجد رد فعل. وتهديدات روسيا المتكررة باستخدام السلاح النووي دفعت الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بيترايوس، والذي يحظى باحترام كبير وسط قادة البنتاغون والCIA، حيث شغل منصب المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وعمل كقائد لقوات التحالف في العراق، رد على تهديدات بوتين باستخدام السلاح النووي بأن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيدمرون الجيش الروسي في أوكرانيا وسيقومون بغرق أسطول البحر الأسود التابع لبوتين في حال استخدم السلاح النووي ضد أوكرانيا، وذلك خلال مداخلة له على قناة ABC نيوز الأمريكية اليوم. وهذا التصريح واضح يدل على أن أمريكا صارت تتعامل بجدية مع تهديدات بوتين باستخدام السلاح النووي. لذلك صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن بوتين لا يمزح في استخدام النووي. وقد يسأل أحدكم، أوكرانيا ليست عضوا في الناتو، فلماذا سيرد الناتو على روسيا في حال استخدمت أسلحة نووية ضد أوكرانيا؟ وإجابة هذا السؤال تتكون من شقين. الأول أن استخدام روسيا لصاروخ نووي في أوكرانيا حتما سيتسبب بوصول إشعاعات نووية إلى دولة من دول الناتو مثل بولندا، التي تتشارك في حدود طويلة مع أوكرانيا. ووصول الإشعاعات النووية إلى إحدى دول الناتو يعتبر هجوما عليها، وبالتالي هجوما على جميع أعضاء الحلف، حينها سيوجد سبب لتفعيل البند الخامس من معاهدة الناتو، وهو البند الذي يجبر جميع أعضاء الحلف على الدفاع عن بعضهم البعض، أي أن جميع دول حلف الشمال الأطلسي سيدخلون في حرب مع روسيا بما في ذلك تركيا. أما الشق الثاني من الإجابة فهو يتعلق بموازين القوة بين الدول، فلا يمكن أن تقوم روسيا بضرب أوكرانيا بالنووي دون أن تلقى أي رد على ذلك. فعدم الرد يعني بأن روسيا صارت تحكم العالم من خلال قوتها النووية، وهذا ما لن تقبل به أمريكا ولا أي دولة أخرى. فهل يمكن حقا أن تصل الحرب إلى هذه الدرجة؟ هنا يأتي دور المعلومات التي كشفها الأوليغارشي السابق والصديق المقرب من بوتين ميخائيل خودوركوفسكي، الذي أكد بأن تهديدات بوتين باستخدام السلاح النووي ليست خدعة. وخودوركوفسكي كان من بين أثرى أثرياء روسيا قبل أن يدخل في مشاكل مالية مع الدولة، وأكد على ضرورة الاستعداد لاستخدام بوتين لقنبلة نووية لأنه في وضع صعب الآن، وذلك لأن بوتين لن يقبل بالخسارة في أوكرانيا، فالخسارة في هذه الحالة ستؤدي إلى خسارته للسلطة، ومن المحتمل أن يخسر حياته أيضا، لذلك هو مستعد لاستخدام أي وسيلة متاحة من أجل تحقيق النصر
حسب خودوروكوفسكي. وإذا ما أضفنا كل الذي مضى ذكره إلى تحذير مهم أطلقه النيتو اليوم لأعضائه حول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يكون قد نشر غواصة نووية ضخمة تحمل أحدث أسلحة يوم القيامة، سنعلم حينها بأن العالم أقرب من أي وقت مضى لمشاهدة انفجار نووي حقيقي قد تنفذه روسيا في أوكرانيا. وحذر النيتو من أن روسيا حركت غواصة نووية ذاتية القيادة قادرة على السفر لمسافات طويلة تحت الماء قبل أن تنفجر بقوة كافية لإحداث تسونامي نووي، وهي قادرة على إغراق العديد من المدن الساحلية الأوروبية وإشعاعاتها تمتد إلى داخل الدول الأوروبية. ولا يعرف الحلف إلى أين تتجه هذه الغواصة الآن، فعلى ما يبدو بأنها لم تعد موجودة في راداراتهم. خلاصة القول: إذا خسر بوتين الحرب في أوكرانيا فسيتجه نحو استخدام الأسلحة النووية، وبالفعل الجيش الروسي يخسر المزيد من الأراضي في أوكرانيا الآن، وآخرها الاختراق الذي حققه الجيش الأوكراني في دفاعات الجيش الروسي في منطقة خيرسون التي ضمها الروس مؤخرا إلى دولتهم. ويعد هذا التقدم الأوكراني بمثابة التقدم نحو الأراضي الروسية حسب القانون الروسي الجديد الذي يعد خيرسون جزءا من روسيا. واعترف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف بإحراز الجيش الأوكراني تقدما في المنطقة. ورغم أن الجيش الروسي يعتبر ثاني أقوى جيش في العالم، إلا أن تراجعه في الآونة الأخيرة أمام تقدم الأوكرانيين شكل صدمة للكثيرين من المتابعين للحرب. وقد يستمر تقدم الأوكرانيين على هذه الوتيرة، وهذا ما لن يسمح به بوتين قطعا. لذلك قد نستيقظ في صباح يوم قريب على خبر مفاده بأن روسيا ضربت أوكرانيا بقنبلة نووية، وأن النيتو يستعد لرد ساحق. حينها سيدخل العالم في لحظة أزمة مروعة وستحبس البشرية أنفاسها. فهل تعتقد بأننا قد نصل لمثل هذه المرحلة؟ شاركونا آراءكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كنت معكم هشام بوتان، شكرا على المشاهدة، دمتم طيبين.